ماشيين في دوري المرتبط زي الفل، تصفيات كسبناها وعدينا الحمد لله والشكر لله، داخلين على السوبر سبورتنج مش كده؟ اه ان شاء الله. وما ادراك ما سبورتنج، ماتش صعب لكنه شايفه الماتش جاي بدري، ولا احنا الحمد لله عشان لعبنا في الدوري منطقه القاهره، لعبنا في افريقيا، فاحنا بقت جاهزيتنا كويسه، وجميل ان شاء الله ان احنا بدانا بالكاس بتاع التصفيات وان شاء الله نبدا بكاس السوبر. سعيد ازاي بشغله ازاي؟ والله احنا بالعكس يعني ممكن تكون بطولة التصفيات دي جهزتنا اكتر، وبقت احنا حاسين ان احنا لا عادي سهل ان احنا نقدر نكسب يعني ماتش سبورتنج. يعني طبعا شغلنا اللي احنا شغالين عليه تعليمات الجهاز الفني، وحاسه برضو ان ماتش السوبر ده هيبقى يعني حافز نفسي كده حلو قوي لينا قبل ما نروح بطوله افريقيا ان شاء الله في السنغال. حلو برضو يعني ان سبورتنج هو كان حامل اللقب، نعم، فان احنا نقدر عملوا ان شاء بطوله الله حلوه قوي بصراحه، اللي احنا نعم. نقدر ان شاء الله نفوز عليه ونروح ان شاء الله نكسب البطوله، فدي هتبقى سبورتنج حاجه حلوه. مشاركين ولا حاجه بصفتهم حامل لقب ولا مش موجودين يعني في هم البطوله؟ المفروض بس لغايه دلوقتي ما فيش حاجه رسميه طلعت يعني، فمش عارفين. طيب برضو ارجع اسالك على البطوله، بتجيب بطوله يعني انت النهارده كسبانه الكاس دي، وبعدين ان شاء الله باذن الله اذا ربنا اراد السوبر، ده بيزود الطموحات يا نادين اه ليه؟ طبعا اه طبعا احنا في المطار يعني كل التليفونات يلا بطوله افريقيا يلا يعني بطوله ما افريقيا، عملتوا زي بتوع طب الكوره. نوصل بس القاهره اصلا لسه الشنط اصلا لسه يعني. ف يعني دي حاجه برضو بتبقى حلوه لينا صحيح. يعني ان مجلس الاداره كله بيكلمنا وبيدعمنا، وان احنا يلا بطوله افريقيا وده اقل بطوله دوليه بنقبلها وكل الكلام ده. فيعني احنا برضو بناخدها من الحته الكويسه يعني ان هم عايزيننا طبعا للافضل، وان احنا بنحط النادي الاهلي في مكانته الطبيعيه. وزي ما ميرال قالت الصراحه هو يعني بطوله افريقيا ده حلم ممكن يبقى ليا انا شخصي كبير قوي ان انا بنت النادي بقى، وكان نفسي ان انا العب بطوله افريقيا مع النادي الاهلي عشان دايما بلعبها مع انت اول مره المنتخب تلعبي بطوله افريقيا؟ مع النادي معقوله؟ عشان لما لعبوها بس مره انا كنت ساعتها لسه في امريكا. انت جات لك اصابه برضو فتره لا انا صغيره خفيفه. بس فما لعبتهاش، كنت بلعبها دايما مع منتخب بس نفسي العبها مع الاهلي ان شاء واكسبها الله ان شاء باذن الله. الله. طيب بقى عندكم صفحات صالات دلوقتي وبيتكلموا متابعينكم ويتكلموا عايزين لاعبات وعايزين، انا شخصيا بدخل على الصفحات دي عشان اجيب اخبار بمنتهى الامانه، ودايما بشيد بيهم يعني، ساعات بيهاجموني انا بيقطعوني يعني مفيش مشكله، بس هم اهم حاجه ان هم بيحبوا النادي جدا جدا جدا، بيعشقوا النادي.